طيب نكمل بقى من حيث انتهينا. احنا كنا فين؟ احنا كنا بنتكلم على الليمفاتيك تيشو وجاوبنا سؤال وات اللي هم مين الليمف نودز اصلا، وايه فكره الليمفاتيك تيشو، واحنا ليه بنعمل لها بالبيشن، وايه فكره انها تكون بالبيبل ولا مش بالبيبل، طب لو بالبيبل هقول ايه، لو مش بالبيبل المفروض اترجم ده لايه. جاوبنا على كل هذه الاسئله، وجي دور ان احنا بنتكلم، جاوبنا ابتدينا كمان نجاوب على سؤال طب هي الليمف نودز اللي تهمنا دي فين. قلنا ان في الاول الفالدايرز رينج اللي هي قاعده حوالين الفارنكس، وبعد كده اتكلمنا على الدايره اللي موجوده حوالين الفيس، اوكسيبيتال، وبعدين ريترو اوريكولر، بري اوريكولر، سب مانديبولر، سب منتال. وقلنا ان في عيلتين تانيين سمعنا عنهم في السكه وعرفنا تفاصيلهم شويه، اللي هما الفيشل ليمف نودز واللينجوال ليمف نودز. جه بقى وقت ان احنا ندخل في الجزء المسكوت عنه كل الفتره دي، اللي هما السيرفايكلز، عائله السيرفايكلز. ايه بقى القصه؟ نبتدي تاني من حيث انتهينا. ده البيشنت بتاعنا، التقسيمة اللي احنا كنا رسمناها انتراورال لكل مين بيرمي فين، وكل حاجة كان ليها لون احنا كنا رسمينه مع بعض قبل كده. وقلنا خلينا نبص تاني من صورة بقى مختلفة شوية. لو شلنا السكين بتاع الفيس شوية كده هنلاقي تحت الدنيا فيه ايه. فيه هنا الليمف نودز اللي احنا لسه متكلمين عليها، اوكسيبيتال، بوست اوريكولر او ماستويد او ريترو اوريكولر او ماستويد، وبري اوريكولر او الباروتيد، ودول الفيشيلز، ودي سب مانديبولر. وزي ما احنا ملاحظين الدنيا تحت في النك كده هيبتدي يحصل انه في ليمف نودز موجوده هنا. طيب خلينا برضو نقول مين اللي كان بيرمي فين. دي التقسيمة اللي احنا كنا رسمينها زي ما قلنا بالcolor coding، الاوكسيبيتال بياخد من هنا، الريترو اوريكولر، بري اوريكولر، ودول بيرموا في الفيشل الاول وبعدين بيرموا في submandibular، وده submental مع الانترا اورال، والباقي ده كله اللي احنا اتكلمنا submandibular، والجزء البرتقاني ده كان اللينجوال ليمف نودز. لحد هنا الدنيا حلوة، او احنا رجعناها كذا مرة، مش شرط تبقى حلوة يعني، بس ده اللي احنا قلناه كذا مرة. ندخل بقى فيما هو آتي. ايه ما هو آتي بقى؟ قالك في عائلة السيرفايكلز، في حاجات سوبرفيشل، حاجات ديب، فالموضوع كبر مننا. رجعنا تاني للمصدر الاساسي اللي احنا جايبين منه التقسيمة، اللي هو تقسيمة جريز اناتومي. كتاب جريز اناتومي قايل لك انه احنا متفقين من اول فيديو في الليمف نودز ان احنا هنتكلم على جروبس، يعني احنا مش مقسمين الليمف نودز لمجموعه في الحته الفلانيه ومجموعه في الحته العلانيه، لا هم جروبس، كل كام ليمف نود جنب بعض كده سموهم عائله. تمام، فاحنا خلصنا العائله اللي فوق اللي هم الاوكسيبيتال، ماستويد، باروتيد او بري اوريكولر، فيشيال، لينجوال، سبمنتال، سبمنديبولار. لحد هنا الدنيا حلوة، ودول الدوريات دي احنا الحمد لله فهمناها. اللي تحت ده بقى احنا لسه ما فهمناهوش. قالك طيب انا عشان افهمه لك، هي التقسيمة سهلة وبسيطة. في جروب قاعد قدام يعني في النك سيرفايكلي قدام، فهنسميه anterior cervical group، وفي جروب قاعد ورا الفارنكس فبنسميه retropharyngeal group. تمام، وفي جروب قاعد على جنب فهنسميه lateral cervical group. تاني، يبقى احنا عندنا retropharyngeal، anterior cervical، lateral cervical. lateral cervical دول مجموعة طويلة زي ما احنا شايفين كده من الليمف نودز، متقسمة تقسيمة تانية من جوه، بس في من ضمن التقسيمة دي في شوية قاعدين تحت كده فوق الكلافيكل، فسميناهم سوبرا كلافيكولر. الكلافيكل دي اللي هي عظمة الترقوة. تمام، فقاعدين فوق الكلافيكل فاسمهم سوبرا كلافيكولر، دول ليهم اهميه خاصه في قلبنا وهنقول ليه. تمام كده، يبقى التقسيمه اللي احنا يهمنا نعرفها عن السيرفايكل هما الريترو فارنجيال، انتيرير سيرفايكل، لاترال سيرفايكل، وسوبرا كلافيكولر، ده واحد من عائله اللاترال سيرفايكلز. طيب احنا محتاجين نعرف ايه؟ معلومات سريعه، محتاجين نعرف ان الريترو فارنجيال دي محدش هيعرف يكزامن لان هي ورا الفارنكس، فمحدش هيعرف يوصل لها، هي في حته ما يتوصلهاش يعني، وان هي مسؤوله عن الفرنجيال اريا. تمام، الانتيرير سيرفايكل مسؤوله عن مين؟ مسؤوله عن الجزء الانتيرير اللي جنبها اللي هو الفارنكس واللارنكس والثايرويد والتراكيا. تمام، الجزء بقى اللي يهمنا جدا 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 وللغايه هما اللاترال سيرفايكلز. اللاترال سيرفايكلز دول قسمناهم من جوه لسوبرفيشال سيرفايكل ولاترال سيرفايكل تاني وديب سيرفايكل سوري.
يبقى هنقول تاني السيرفايكلز قسمناهم، يعني احنا خلصنا اللي فوق، اللي فوق اللي هم كانوا مين، اللي هم كانوا اوكسيبيتال، ريترو اوريكولر، بري اوريكولر، سبمانديبولر، سبمنتال، وفي علتين حبينا نجيب سيرتهم في النص، اللينجوال والفيشال لينف نودز. التقسيمه بتاعه اللي ما هو تحت ذلك، احنا عندنا الريترو فارنجيال وانتيرير سيرفايكل ولاترال سيرفايكل، دول الثلاثه عائلات الكبار. الريترو فارنجيال دي مسؤوله عن الفارينكس، واحنا ما حدش بيعرف يوصل لها لان هي فيري ديب بوستيريرلي، فما حدش بيعرف يجيبها. الانتيرير سيرفايكل دي بتبقى انتيرير وفي عند الميد لاين قدام بتاع النك، ودي مسؤوله عن الفارينكس واللارينكس والتراكيا. وفاضل لك اللاترال سيرفايكل. اللاترال سيرفايكل دي مهمه جدا 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 لينا، فيها من ضمنها في مجموعه اسمها سوبرا كلافيكولر ليها اهميه خاصه هنتكلم عليها لوحدها في الاخر خالص. لكن اللي يهمنا بقى نحكي تفاصيلها، اللاترال من عائلات اللاترال سيرفايكل ان احنا قسمناها سوبرفيشال وديب.